خلي أضرب لك مثلا، أنا أذكر في طريقي إلى الحج قعدت أصلي، جاني واحد سنغالي يبدأ أسود في وادي الخيف، شاف صلاتي أنا أسجد على حجر، وفي نفس الوقت شافني أنا مش بالإيدية وأشيل إيدية بالقنوت، لفتت نظرة خلاني لما خلص جيمي، قال لي أنت على أي مذهب؟ قلت له أنا على مذهب الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. قال ها أنا قريت بالكتب عن أبي جعفر المنصور. قلت له لا أنا أقول لك الإمام جعفر الصادق. شوي تنبه لي، قال لي منو هذا جعفر الصادق؟ عجيب، أنت ما تقرأ القرآن؟ أنت مو تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ أنت شلون تعرف؟ أنت شلون تقدر مضامين القرآن إذا ما تعرفها؟ شلون أنت تقول أنا مسلم؟ هذا مطلوب من عندك أن تجسده مودة ذوي القربة، غير تعرفهم حتى تجسد مودتهم. قل لي ومن يكون؟ هذا ابن الإمام الباقر، ابن علي بن الحسين زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي بن أبي طالب. أطرق هو الرجل فترة ثم التفت لي قال لي يا شيخ أنتم مسؤولون أمام الله. قلت له ليش؟ قال لي أنتم ما تعلمونا، ما ندري، إحنا ما نعرف هذا المعنى، ما حد يرشدنا إلى هذا، ما قعدكم دعاة. وصدق هو هذا الواقع، ما عندنا دعاة. يعني المفروض تمام إحنا ما نمتلك وسائل إعلام، لكن نمتلك في اليوم أصبحت وسائل إعلام بالنوع الآخر موجودة وممتلكة، الكتاب، الفكرة، الكاسيت، إحنا في أمس الحاجة إلها. وينبغي أن يكون الكتاب والفكرة والكاسيت ينصب على الأمور الأساسية المهذبة. نعم، مو يقول الإمام الصادق كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، يقول الإمام زين العابدين ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا، أحبونا حب الإسلام. نعم، إحنا لو ننشر هالنبع الفياض هذا، هالورد من نبع آل محمد، هذا لو نشره للناس، الواقع لنأخذ به ما نأخذ، لأن أجوك إحنا ما عدنا أي ما نستحي من إنتاجهم، بالعكس عدهم إنتاج غاية بالروعة. أرجوك أنا إذا أردت أجلو صفحات من حياة الإمام علي عليه السلام أو صفحات من حياة الإمام زين العابدين، يكفي خل أخذ له رسالة الحقوق شوية أشرحها، أو أخذ له شيء من إنجيل آل محمد، من هالأدعية الرائعة اللي موجودة عنده بالصحيفة، أو أخذ آراء الإمام الباقر أو آراء الإمام الصادق أو آراء جملة من أئمتنا. في واقع الأمر هي ثروة لا تعادلها ثروة. وأنا أؤكد لك أن كثير ممن يقف موقف سلبي من فكر أهل البيت هو جاهل بفكر أهل البيت.